اللي اساسي هو ان خصكم تعرفوا بديك ديك المنطقه ديال المجاوره لملعب ادرار. هو اولا كان دار فيها واحد القطب تكنولوجي وجامعي ورياضي، هذا في السابق، يعني هذه تقريبا واحد 10 سنين دابا باش تقرر هذا القرار. ملي دارت تما كليه الطب ودارت تما يعني لينسا، راه كان قرر انه هذيك المنطقه كلها يعني ما يكونش فيها هذه البنايات العمارات. هذا هو المقرر اللي كان. وخصكم تعرفوا كذلك انه الان يعني اللي تزاد هو انها غتكون كذلك واحد قطب تجاري. اذا هذيك المنطقه راه قطب صحي، قطب تكنولوجي، قطب جامعي وقطب تجاري. لان الان راه كاين مستشفى الجامعي اللي كاين تما حدا كليه الطب والصيدله، ولكن كذلك كاين واحد المشروع اللي غيديروه الخواص ديال يعني مستشفى جامعي خاص وكذلك كليه الطب خاصه، يعني يونيك فاكولتي ميديسين بريفي هذيك ان سي اش بريفي. اذا هادو المشاريع اللي غيديروا في المنطقه. وكما كتشوفوا كذلك انه راه كاين دابا يعني مصحات اللي كيتبناو تما، كاين اللي هما خدامين وكاين مصحات اخرين اللي غيديروا. اذا هذيك المنطقه كلها كنعتقد ان خاص تخصص لهذا، لان كاين خصاص في المجال الصحي في مدينه اكادير، كاين خصاص كبير، خاصه ان هذه المدينه ديال اكادير هي القاطره ديال الجهه كلها، وواحد العدد ديال الناس يعني كيجيو لاكادير على اساس انه فيه مستشفى الان اقليمي، ولكن مازال يعني الظروف اللي كاينه فيه وكذلك حتى التجهيزات اللي كاينه فيه راه لا تلبي يعني متطلبات ديال الساكنه ديال الجهه، في انتظار وفي افق كذلك انه تحدد مستشفيات جامعيه وكلية الطب جامعية في باقي الجهات بما في ذلك جهة قلمي واد نون، وكذلك جهة الساقية الحمراء، وكذلك جهة العيون الساقية الحمراء، والدخلة واد الذهب. إذا يعني أكادير هو اللي غيتحمل هذا العيب، في انتظار أن هذه المراكز الاستشفائية وهاد الكلية الطب أنها تدار في جهات أخرى. يعني من جانب الدير ملعب ما غاديش يداروا فيه قاعات مغطاة ومسائل؟ لا كاينين، كنقول أنه هذيك المنطقة كلها خاصة يعني ما راه يعني كيتعلق اولا سي تان بول يونيفرسيتير تكنولوجيك اي دو سونتي اي دو سبور، لان حتى الاكاديميه الجهويه للرياضه اللي كانت صادق عليها في 2014 راه كانت كدار حدا ملعب ادرار. اذا هادو كلهم راه غيداروا في ديك المنطقه، وتكون واحد المنطقه اللي خاصه كما قلت كقطب يعني قطب تجاري رياضي صحي جامعي وتكنولوجي. هل اي انا مع يعني التصور راه يعني في كاين يعني في طور يعني هاد الاستراتيجي او هاد المشاريع اللي يكونوا، راه كاين واحد العمل باش نخرجوا التصور بالاخص اللي متعلق بالجانب القريبه لهذا الملعب، لان عرفتوا بان هناك كاين وعاء عقاري اللي ماشي تبع الجامعه دابا، ولكن ايضا هناك ايضا كما قلت واحد الجهد كتقوم به الجامعه في القضيه ديال الوعاءات العقاريه، ايضا مع واحد العدد ديال المتداخلين باش يكون تصور اللي يعطي واحد الرونق لذاك الفضاء كله. وما ننساوش ايضا ان هناك الفضاء القريب من هنا اللي هو اليوم كاين واحد لو بول، كاين واحد الفضاء ديال الصحه اللي فيه واحد العدد ديال المؤسسات الصحيه اللي غتكون، هناك ايضا لو بول لونسينيوم واحد البول اللي غيكون فيه واحد العدد ديال المدارس ديال الجامعات، ايضا هو واحد العدد ديال المعاهد المتخصصه يعني في المجال التعليمي ولا يعني يعني لونسينيوم تكنيك، واحد العدد ديال المؤسسات. اذا لذاك التصور اليوم غادي يتضح ان شاء الله في القريب العاجل. ايضا شتو الجنبات اللي هناك يعني واحد عدد الامور اللي التي يعني تم الافتتاح ديالها، ما نهضرش على الوحده ديال الاكل السريع اللي كان دابا، ولكن هناك ايضا وحده اخرى في واحد المركب يعني مركب تجاري كبير اللي ايضا افتتح الابواب ديالو هذه بعد يعني واحد يعني اسبوعين. اذا هذا الفضاء ان شاء الله الرحمن الرحيم كله هو يعني كاين تصور شمولي ديال 80%، باقي يعني غير كل ما يخص بالقرب الملعب. وما نساوش ان حنا كمجلس يعني اقترحنا، وايضا كاين واحد المشروع اللي هو ديال الحي الرياضي ولا لا سيتي دو سبور اللي بغينا باش تكون في ذاك الفضاءات اللي كي باش تتمن هذاك الفضاء، ولكن ايضا باش تتمن العرض والوفره ديال اكادير في كل ما يتعلق بالمنتجات وبالمعدات وبالفضاءات ديال الرياضه، باش هنا ايضا باش نعطيو واحد الصبغه متميزه ديال اكادير كمدينه ديال الرياضه. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.